عبر شريط مصور تم بثه عبر الانترنت. سمير، هناك ايضا الحديث على الجانب الاخر بان الموضوع ليس فقط يعني ما ستقوم به القوات المصريه على الاراضي الليبيه، لا، ولكن ايضا يجب التعاون مع القبائل بحسب ما يقترح كثيرون حتى على الحدود، بما انه الخطر الليبي اصبح او ما يجري في ليبيا اصبح خطرا متصاعدا على الاراضي المصريه. هل من تحرك في هذا الاتجاه على الاطراف في الاراضي المصريه استاذ سمير؟ هذا التحرك يعني قديم، لم يأتي ردا على العائلة الأمس، ولكن التحرك بين شيوخ القبائل المصرية الليبية، هناك لابد من العلم بأن هناك مساحة تداخل ضخمة اجتماعية واقتصادية على الحدود المصرية الليبية. هناك أسر بالكامل يسكن نصفها في الجانب الليبي ونصفها في الجانب المصري، هناك قبائل وعلاقات قبلية ممتدة حتى جنوب مصر بقبائل ليبية، وهذا يعني وهذا التعاون قديم بين السلطات المصرية وبين هذه القبائل. سبق أن تدخل شيوخ العدد كبير من القبائل البدوية في مصر وليبيا لحل مشاكل المصريين العالقين وحل مشاكل بعض سائق الشاحنات الذين كانت تخطفهم بعض الجماعات في ليبيا. إذا الشاهد أن هذه العلاقة بين اللجنة السيادية المصرية وبين عدد من شيوخ القبائل بحكم تأكيد و الدفاع عن الأمن المشترك للبلدين هو قائم، لكن هل سيتخذ أشكالا مختلفة في مقبل الأيام ردا على تطوير العمليات في مواجهة المصريين؟ هذا أيضا ما سبق أن أكدت عليه وأكد عليه رئيس وزير الخارجية وأكد عليه متحدث الخارجية المصرية حين أشار إلى أن هناك اتصالات بين الخارجية المصرية والأجهزة السيادية المصرية لعدد من شيوخ القبائل الليبية وأيضا شيوخ القبائل البدوية الموجودين على الأراضي المصرية من أجل حل كل هذه المشاكل. دون شك من يوجه ضربات عسكرية لمواقع تنظيمات خارج حدوده فهو يحتاج إلى تعاون وثيق مع أصحاب الأرض، سواء كان ذلك على المستوى الرسمي عبر التنسيق مع الجيش الليبي والسلطات الليبية التي تعترف بها القاهرة وما حدث بالفعل، أو كان على المستوى الشعبي وهو ما تحظى به مصر داخل الحدود الليبية عبر مظاهرات وعلاقات اجتماعية. لن يكون هناك يعني عظيم جهد يبذل في هذا المجال، لأنه بالفعل كانت هناك جسور سابقة وهناك امتدادات إنسانية اجتماعية وشائج وعلاقات مظاهرة بين الطرفين. شكرا لك سمير عمر مراسلنا من القاهرة. أود أن أخذ المزيد عن هذه العملية العسكرية من اللواء طيار نبيل شكري الخبير العسكري الذي ينضم إليه من القاهرة. هل لديك بداية أي معلومات عن هذه الطلعات الجوية الأخيرة؟ والله أنا يعني أنا سمعت الخبر امبارح، أنا تعرف أنا في التقاعد يعني مش في الخدمة، إنما أقل حاجة ممتاز صبر يعني صبر مصر نفذ من الأعمال البربرية اللي بيقوم بيها الإرهابيين أو داعش اللي موجودة في ليبيا على حدودنا تماما وتهدد أمننا القومي. فأبسط حاجة توجيه ضربة جوية لهم، ولو استمروا هتستمر وهتزداد العملية. طيب تمام، يعني ما المنحة الذي ستأخذه هذه الطلعات الجوية لواء نبيل؟ مش سامع. ما المنحة الذي ستأخذه هذه الطلعات الجوية؟ ستستمر طبعا هذه الطلعات الجوية لفترة معينة، هل سيتبعها تحول على الأطراف؟ طبقا لرؤية القيادة العامة للقوات المسلحة، رؤية القائد العام للقوات المسلحة، وطبقا للنتائج اللي جابتها الضربة لسه ما ظهرش أي حاجة. تمام، ولكن كان هناك بيان صادر عن الجيش المصري. يعني كل حاجة هتتضح، لسه الضربة حصل ما فيش وقت بسيط. طبعا احنا عندنا الامكانية للضربة فيها، ما بقدرش، اصل ليبيا دي دولة شقيقة. طيب تمام، اود ان اذكر دولة شقيقة شقيقة بس في ناس طبعا فيها ما اعرفش دول ايه، يعني ما اقدرش اقول عليهم دول عرب ولا مسلمين ولا اي حاجة ابدا. طيب، أود أن أذكر بأن هذه الصور ننقلها لكم عن التلفزيون المصري الذي بث صورا لمقاتلاته وهي في انطلاقها إلى الأجواء الليبية لتنفيذ بعض الضربات لمواقع ومخازن تدريب لجماعات متطرفة وإرهابية. هناك حسب ما سماها بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة. تفضل بالبقاء معي ضيفي الكريم. أود أن أنتقل مباشرة إلى أيضا الخبير القانوني والاستراتيجي اللواء طارق خضر. أهلا بك
لواء طارق معنا مرة جديدة. بكل تأكيد أي عمليات عسكرية لأي دولة خارج حدودها بحاجة إلى تنسيق وعلاقة وثيقة لربما مع السلطة في تلك الدولة. إلى أي مدى هذا قابل للاستمرار في ظل ما يجري في ليبيا؟ دعني أقول لحضرتك أستاذ جرير أن أمس مساء أمس السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قام بإلقاء خطاب في بضع دقائق للشعب المصري، وأوضح صراحة أن الاجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي دعا سيادته إليه بصورة عاجلة قرر أن لها حق الرد، مصر لها حق الرد في التوقيت المناسب وفي المكان المناسب. وأوضح أيضا وأضاف أن مجلس الدفاع الوطني في حالة انعقاد مستمر، كما توقعنا أن مثل هذه الضربات ستتم، بمعنى أنها ضربات نوعية تتم في وقت مفاجئ وبتكتيك مفاجئ. ويمكن حضرتك بتقول أن مثل هذه الضربات تحتاج نوع من التنسيق، أكيد في نوع من التنسيق، خاصة ان مصر تعترف بالجيش الليبي وبالسلطة الليبية، لكن هذا التنسيق اكيد تم بصورة عاجلة. وتجد ان يمكن انا سمعت احد المتحدثين بيتكلم كلام سليم، بيقول ان مصر لها علاقة مع ليبيا، علاقات المصاهرة والعلاقات الاجتماعية مرسل كان من القاهرة. نعم وهذا كلام شيء طيب وصحيح بنسبة 100%، ولكن الضربات الجوية التي مثل هذه بتأخذ معلوماتها من الناحية الاجتماعية والعشائر وما إلى ذلك، لكن كضرب هي بتنسق مع السلطات المعنية. وكفاعلية دكتور طارق. نعم يا فندم. وكفاعلية يعني فاعلية هذه الضربة نتائجها. فاعلية الضربة بتعتمد على المفاجأة، يعني انك تختار التوقيت المناسب اللي يبقى فيه مباغتة ويبقى فيه انت عارف الهدف انت رايح فين بالظبط، يعني من اكثر الطرق تستطيع اصابة الهدف. وكما علمنا ان الحمد لله تم الضرب وعادت نشور القوات المسلحة كلها الحمد لله سليمة، وان الضرب تم يا استاذ جرير على مخازن الاسلحة لداعش. انت عايز تدمر يبقى تخش على الأماكن، طبعا ده مش مخزن واحد ولكنها مخازن متفرقة، وبالتالي عايز تقضي عليها اقضي على الإمدادات اللي موجودة عندها وامنع الإمدادات اللي تجيلها أيضا بعد كده، يبقى أنت قطعت الطريق عليها. أنا متوقع وده اجتهاد مني شخصي أن مثل هذه الضربات ستتم خلال يعني ساعات قليلة بطريقة مباغتة وعلى مواقع متفرقة لهذه الجماعة الإرهابية التي يطلق عليها داعش، وبالتالي مراكز التدريب لداعش زائد مخازن الأسلحة لداعش زائد القوات اللي موجودة فيها. أنا بأؤكد لحضرتك من خلال هذه الضربات، مش هنقول ضربات غير إنها ضربات نوعية، يعني دي مش حرب مستمرة في تحالف دولي، لا دي ضربات نوعية بتيجي قصيرة بتدخل على هدف وترجع للأماكن الثانية اللي انطلقت. تمام. لواء طيار نبيل شكري، هل هناك من خطر على الطائرات المصرية في هذه الضربات ربما أو لدى دخولها إلى الأجواء الليبية؟ أي عمل عسكري في خطورة. أي عمل عسكري. إنما الخطورة بتتضاءل جدا بالنسبة للجماعات البربرية اللي اسمها داعش دي. لان ما اظنش اولا زي ما قال سياده اللواء اللي قبلي كان عامل المفاجاه هم ما شافوش حاجه قبل كده بالشكل ده. فعامل المفاجاه بيحقق ما فيش يعني انا بحط الخطوره بالنسبه للقوات الجويه عندنا ما تزيدش عن 2-3%. الحمد لله الطائرات رجعت سليمة زي ما فعلها زي ما رجعت. هل تعتقد أيضا لواء طارق بأن هذه العمليات ستزداد وتيرتها الآن خصوصا